المؤمن يرضى بقضاء الله ويصبر. واسمعوا إلى كلام الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية والله لو تأملناها لوجدنا فيها المخرج والثبات لنا في حال وقوع هذه الأمور. ما أصاب الناس في هذا البلد وفي غيره من البلاد هذا ابتلاء من الله جل وعلا، وقد يكون عقوبة لأناس. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعيدك الله إليه ثم أرشدك إلى المخرج. ومن يؤمن بالله يعني يرضى بما قسم الله وقدر واتخذ الأسباب بالرجوع إلى الله وبالعمل بطاعة الله، كل هذا من باب القدر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين، إنه على كل شيء قدير.